السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كيفاش تكلم هذاك محمد بن شبيري، يعني محمد أمين بن شبيري، وهو صحافي في قناة الهداف، يعني كيفاش أبو تريكة كيفاش تكلم، يعني كاين كوكتيل كيفاش تكلموا هذ الناس. كاين الناس اللي يتمنوا الخير الرياض محرز، كاين الناس اللي ما تمناش حتى يكون محرز لعاب، ما تمناوش حتى محرز كيفاش خرج لعاب، ما عرفناش واش بغاوه يخرج. كل واحد وربي مقسم له رزقه، كل واحد وربي وين دايرو، وين مشهور، كاين اللي مشهور، كاين اللي كويزيني مشهور، كاين اللي خباز مشهور، كاين اللي لعاب مشهور، كاين اللي مغني مشهور، كاين اللي قارئ. شو كيفاش كاين انت تفرح بواحد اللي قاري قران، لا واحد اللي غير كل واحد وكيفاه صاحبي. بصح انتوما الناس هذو كاين اللي ما بغاش، كاين اللي يشوف كيما كان محرز يقول لك محرز. كنا واحد اليامات ميلون لعبت كونت البارسا، مصباح جمال مصباح طيح ميسي 2012 ولا 2013 طيحه، ناض واحد قال له انت تاع 4 دور وطيح شكارات راهم. كاين اللي كانت جهه ثقيله باش محرز يروح يقول لك لا محرز يلعب في الريال عيب، اسم عربي هكا عيب، لا يبغوا جاكلين، يبغوا ود جاكلين ود شارلي ود مارلي ود كارتون ود اركات ود تركتر ود كاميو يلعبوا في الاخرى، يبغوا هذ الاسماوات. بصح اليوم محرز يعني محرز هو يتكبر على لي زيكيب، لي زيكيب يجرو موراه هو يقيس لهم في الماء. هذه هي على ذيك، احنا اليوم نشوفوا كيفاش هذو اللاعبين هذو الاعلاميين اللي كانوا ما نروحوش بعيد. واحد كيما كمال مهوي نهار اللي رياض محرز تاع البارسا وما مشاتش معاه، ود شا يقول له؟ قال له غير ما كان له تحلم باش تلعب في البارسا، يعني يعرف ديريكت. كانوا احنا قلنا لكم واحد اليامات هذو الصحفيين كانوا ناس من الاتحادية السابقة اللي وخرت الخطرة، كانوا يعطوهم نوامر ويعايروهم في لي ميساج، كانوا يعايروهم. من بعد ولا يقول لك احنا واش تو كمال ما هو يدير الانترفيو مع محرز، قال لي عارفه عايره ضربة تاع شعره، قال له هذه هي اللي راح له اللي راح له ساعدو يتبعها بالصبيغة، نعقلوا قناة النار راحوا جابوا مفتي بغاو يفتوا بالاعدام على محرز صبغ شعر، وهما اللي هنا يزرعوا في الماسونيه. قناه النهار تزرع في الماسونيه نورمال، هاك تشوف شنو دايرين في رمضان. ايا ويجي بغاو يفتوا على محرز صبغ شعره، هما يخرج من الدار الصباح يسيب صبغ شعره كاع في جهه وحده اخرى وما يهدرش معاه. حنا نشوفوا دروك كيفاش يا ودي، قلنا لكم ونعاودها لكم، هادو صعاب، هادو اللعابه صعاب. تجي ماشي تجي كونترا ليه تنتقد، خاطر عليه غادي يهدك، هو يهدك. نعم، تحدثنا عن هذا الامر في وقت سابق على رياض محرز الان ان يضاعف جهود. نتحدث ايضا عن مانشستر سيتي ووضعيه رياض محرز الذي دخل احتياطيا في اخر مباراه. نعم، تحدثنا عن هذا الامر في وقت سابق على رياض محرز الان ان يضاعف جهوده في التدريبات اذا ما اراد ان يدخل ضمن التشكيله الاساسيه لفريق مانشستر سيتي. الامور منذ الوهله الاولى منذ انتقاله في اول مره الى هذا الفريق كانت واضحة للعيان أنها ستكون صعبة ومعقدة للغاية، مهمته صعبة جدا محمد في ظل الأسماء الكبيرة التي يملكها مانشستر سيتي في الخط الأمامي. رياض محرز تنقصه اللياقة البدنية، ينقصه تقوية عضلات، ينقصه الاندفاع البدني داخل الميدان، ينقصه الانفجار داخل الميدان، لذلك عليه أن يعمل على هذه النقاط، على نقاط ضعفه حتى يتحسن أكثر وأكثر ويستطيع أن يحتل مكانة أساسية ضمن مخططات مدربه بيب غوارديولا الذي لم يصرف 70 مليون جنيه استرليني أو أكثر من أجل أن كيما راهي هدر هذا. فأني كان نقول لك فأني غوارديولا كوما شافش محرز مقبل باللي قوي
بدنيا وذهنيا وكل فريق ما يخسروش عليه 70 مليون، فريق ما يخسروش عليه، فريق ما خسروش عليه. كو قالوا لا خليته تي تريني حديد ونشوفوه كيما قناين دايزر نجيبوه. يعني شو كيفاش الناس كيفاش كانت تهدر. هذا وين قال لهم هذا 2016 وين قال لهم، قال لهم انا محرز ما تجيني ثقيله باش نقول محرز لاعب كبير يأتي به إلى مقاعد البدلاء. أكيد أن غوارديولا لديه خطة وخارطة طريق مخصصة ومعينة لرياض محرز من أجل أن يكون في الفورمة المطلوبة في الأشهر القليلة المقبلة. هدف وحيد أحرزه رياض محرز في الدقيقة السادسة بتمريرة من رحيم ستيرلينغ. مانشستر سيتي لم يستطع توتنهام إيقاف مانشستر سيتي في ملعبه ولو بالتعادل. حاجة تانية بالنسبة لرياض محرز، رياض ممكن من أفضل مباريات هذا الموسم، مش من حيث الأداء الفردي بس، لا تحس إنه فهم أسلوب اللعب. خلاص انت بقى العب لمسه واحده، انت اندمج مع منظومه المجموعه ومع المنظومه ومع الافكار الموجوده. كيف استهدف؟ حاضر في كل الاوقات، بيختار امتى يرقص، امتى واحد ضد واحد، تواجده في منطقه جزاء توتنهام كان فيها مصادر خطوره بالنسبه له، امتى يهدي رتم اللعب، امتى يسرع رتم اللعب. فدي علامه نضج وعلامه فهم الاسلوب والافكار الموجوده لدى الفريق ككل. فاعتقادي انه الاستمراريه في المستوى لرياض محرز مكسب اضافي الناس كيف استهدر؟ لك مكسب اضافي لمانشستر سيتي. هادي دروك يجيب لك واحد يقول لك لا ولا يقول له تقويه العضلات، ايش دخل عضلات؟ غوارد والله قاعد يهدر، قال لك انا محرز، قال لك قال لك واه يلعب كل قادر كل يوم يلعب ماتش الكور تاعو يساعده، ماشي يقول يعني يساعده الكور تاعه. وليتو قاعد فلسفي، قاعد عندكم فلسفه وقاع منا وقاع وليتو تهضروا، قاع وليتو تعرفوا رياض محرز، قاع تنتقدوا رياض محرز، قاع صرتوا ساكت. اللي بغى يقيس لكم كلمه صغيره قاعد تحصلوا، قاع تدخلوا في جلوفكم، يصير لكم كي الفكرون. نقول لكم بلي ودي اليوم وين رياض محرز، الهضره تاعكم قاع ولا تروجوتي على بالك، الهضره تاعكم قاع روجوتي. الألقاب كي دايرين أبويا، ها الألقاب عنده ثلاثة، ديرو ثلاثة مرك. ها عنده 10، تما عنده 9 غير مع مونشي. وين تا 2018 9 مع إيما لي تيت مع مانشستر سيتي، عنده 9 من 2018 وروح عنده 9. شحال لعب من الموسم؟ 3 سنين 9. 2018-2019 ثلاث سنين، ثلاثة برك عنده 9، نزيدوا له تاع لايستر سيتي 10، هات بالتشامبيون بالاوروبا الاخرى كسموها البريمير ليغ قد يدي هذه تما عنده 3، كاس رابطة الانجليز عنده 3، كاس اتحاد الانجليز عنده حبة، كاس ذراع الانجليزي عنده 2، وبطولة أخرى ما ننساوهاش كأس إفريقيا. هذه هي هادوما قاعدين يهضروا محرز محرز محرز. انتوما غير شوف كي هادو كي دوك كاين واحد اليوتيوبر مساكين النهار اللي راحوا جابوا ذاك عبد القا، واحد جاب عبد القا، واحد جاب الاخر، واحد جاب منا، وكما صاروا يهضروا ويحلوا على يا ولدي محرز. انت يا محرز تبي توري له صلاحه؟ محرز ما توري له صلاحه انت يا ما تقارع لكم تاجو نتوما وديروا تحلوا قنوات تاع يوتيوب وتجي توري له وتجيب له ماناجر وتجيب له ماناجر طرادقيه اللي جبتوهم كذابين جبتوهم. ايوا بغيتوا توروا المحرز كيفاش ومحرز ولازم شي يدير، قارع لك انت يا محرز انت توريه شي يدير. يعني محرز كان عنده بروجي مع لايستر مع مانشستر سي مع لونترينر، عنده بروجي يقلع فيها. محرز تيقارع لك، تقارع المحرز، محرز يقارع لك، تجي نتايا تكمل الغسيل تاع الكلاب نهار كامل وانت تغسل في الكلاب. ايا وفي الليل ايا محرز يتصنت لك بدا يقارع، يا درا شحال باقي له من الكلب، يا درا شحال باقي له من الكلب. كيما هكا تما انت قاعد تقارع كيما محرز قاعد يخمم فيك، كيما هكا يسقسي صحابو يا درا ذاك الغايطه شحال باقي له من الكلب ويجي يعطيني حلول، ولا ذاك ابو العيا ذاك شحال باقي له من الحبه تاع بيتزا ومن بعد يجي يعطيني حلول. يعني بركه ما تشكلوها.
ماذا استنى غايطه ولا يقولوا غوارديولا انت جاي حتى بشي راجل يا ولدي هذه مكان جاي ام تريبيل ان قام كاش هذه جالا تخدم رجالة خدمة في السكاتة هاك ذاك فانك ذاك صايفي قال لهم لا محرز راه مستاء ومن راوي ردت تسعة غي مع غوارديولا رديت تسعة تاع ليتيت هي مع غوارديولا هاك شو رديت تسعة تاع ليتيت هي مع غوارديولا غوارديولا في 12 عام رديت 30 تيتر